خلاص اوكي خلص الحديث. لحظه انه انا هي تفهمني يعني يعني اكثر اكثر الامور يعني صداقه مش اكثر يعني انا اتكلم وياها عراقي فول وياكم ما اقدر يمكن اتقيد لان ما حد يفهمني صح؟ مين قال لك ما تقدر؟ لا بعد خلاص خليني اجي انا افهم عليك انا كمان افهم عليك وانا افهم عليك هي هي هلا بنوقفك شوي اوكي شو يعني اوكي كفي انت ما تفهميني نهائيا انا بفهم لا بس بس بجد طب احكي احكي بص يا جماعه يعني بلاش دايما ايه بجد نقصر عليه يعني لو عايز تتجوز اقول عادي والله ايه بيه حبيبي انت عارفني شو زعلك عندي واحد جدران يمدك بالعكس لا بقش طبعا انا صريح يعني عادي اذا اكو هيك موضوع هيك سمعتوا؟ اذا اكو هيك موضوع عادي اقوله يعني بس هو صديقتي يعني مقرب يعني عادي بس ممكن في يوم من الايام تبقى زوجتي زوجتك المقربه زوجتك المقربه وتصدمنا بقى عصفور الاكاديمي فين نسيم يا جماعه معلش يا سيدي بالطبخ يعني يعني دي الاستاذ الوحيده اللي بنت لك هاد الساعه ياك وبازلك بعد وبازلك ازاي مين حبظلم ده اللي بازلك انت حبظ محمد ليه بتحب تتسال علينا ما عرفتش محمد شفته ما عرفتش محمد انا ما عرفتش اسمعني محمد ما عرفتش خليني اسمع عليكم شيء يحب يستفز محمد يموت عليكم لو نحن نموت